والإخوان المسحة القيد راح تكبرها من هنا يمكن تجبدها بكل سهولة. ذكرى الإخوان فرح موجود هنا في مدينة جبك. ماكلة الإخوان فرح عندكم بزاف ديال البلايصنا فين ممكن تاكلوا. هذا 80 درهم كيلو طاجين ديال 5-6 ديال الناس. هذا السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد من بلاصه جديده. اليوم احنا كاينين في وحده من افضل الوجهات السياحيه الصيفيه في المغرب اللي تقدروا تدوزوا فيها صيف ناضي. مرحبا بكم في الجبهه. ميني قلبولا ونقادم مرق بني لابي كاتيدم ديكم مرق مرباتي بولا منسود كنجي بوغم ونبكم تاني يني تتي الجبهه الاخوانيه. واحد المدينه اللي صغيره ولكن فيها اي حاجه غادي تحتاجوا لها، خصوصا جوج حوايج اللي كيسول لهم الاغلبيه ديال الناس، بلايص ديال الماكله والكرا. بالنسبه للكرا الاخوان فراه موجود هنا في مدينه الجبهه. كيفاش ممكن تلقاو الكرا؟ ان فوا غتجيو هنايا غتلقاو بزاف ديال الناس اللي كيعرضوا عليكم الكرا، والاثمنه الاخوان ديال الكرا كيبداو هنا من 200 درهم، ممكن انكم تلقاو شي حاجه اقل ولكن من حيث التجهيزات غادي يكونوا ضعاف من طبيعه الحال. اما بالنسبه للناس اللي عزلات تخيم فغنقول لكم بامكانكم انكم تخيموا في الجبهه ولكن ماشي في الكومبينغ، لان الكومبينغ اللي كان هنا تسد، تقدروا تخيموا بحال هذه الطريقه هذه. لأنكم تكريو بلاصه من شي واحد في السطح تحطوا فيها لاطون ديالكم المده اللي بغيتو نتوما. الاثمنه كيبداو من 15 درهم 20 درهم 30 درهم، يعطوكم من طبيعه الحال خيط ديال الضو بحال هكا اللي بغيت تشارجوا التليفونات ديالكم، لي باور بانك ديالكم والعيبات ديالكم. اما الفيو، الفيو من طبيعه الحال عندكم هذا الفيو ديال الجبهه اللي يا سلام، البحر ليا المرسى هنايا. اما بالنسبه للماكله الاخوان فراه عندكم بزاف ديال البلايص هنا فين ممكن تاكلوا في الجبهه. تلقاو بزاف ديال المطاعم، بزاف ديال الريستورون، كيديروا تقريبا جميع انواع الماكله، فقط غير نتوما اختاروا اشنو بغيتوا تاكلوا، بطبيعة الحال غتلقوه موجود هنا. كيف ما قلت لكم الاخوان، اكثر حاجه موجوده هنايا هي الحوت، يعني غتاكلوا احسن شوايه ولا احسن طواجن ديال الحوت هنا في مدينه. بالنسبه للناس اللي عزلين يطيبوا الماكله ديالهم بيديهم، فغنقول لكم راه عندكم واحد السويقه هنايا ممكن تقداو منها اي حاجه خصكم فيها الخضار والفواكه، وكذلك كاين حتى البلاصه ديال الحوت، البلاصه ديال الحوت هنا اللي كيبيعوا فيها جميع انواع ديال الحوت، لان الصراحه اكثر حاجه ممكن تلقاوها هنا في الجبهه هي الحوت. جماليه ديال الجبهه الاخوان ماشي في هذه البلاصه هذه اللي فيها البنايات اللي جات قريبه للمرسى هنايا، وانما في البحوره ديالها اللي بعاد عليها شويه من هنا، واللي باش توصلوا لهم عندكم جوج ديال الاختيارات. الاختيار الاول تاخذوا شي قارب من هنايا اللي غيديكم حتى لذوك البحوره تكتشفوهم، اللي الصراحه واحد التجربه واعره وسط هذا المزراق. اما الاختيار الثاني فبامكانكم انكم تمشيو في واحد الطريق وسط الجبل باش انكم توصلوا لذوك البحوره اللي الصراحه ناضين، كننصحكم باش انكم تزورهم وتمشوا لهم. وحنا مالنا الاخوان من طبيعه الحال اختارينا الاختيار الثاني باش اننا نمشيو نكتشفوا البحوره ديال الجبهه. نخلي الجبهه هنايا والمرسى ديالها اللي كيمشيو من هذه القوارب هنايا، وغادي نطلعوا على رجلينا في وسط الجبال هادو باش اننا نمشيو للبحوره ديال الجبهه نكتشفوهم. الصراحه كيف ما قلت لكم واحد البحوره اللي واعره. بالنسبه للناس اللي عندهم السيارات ديالهم فبامكانهم انهم يطلعوا في الطريق هذه، طريق مسلكه نوعا ما. اما بالنسبه للناس اللي غيتمشاو على رجليهم فغنقول لكم الا جيتوا وكانت الحراره بحال هكا ضروري غيخصكم تاخذوا معكم الماء، لان الطريق الصراحه صعيبه شويه. ماشي غير المناظر الجميله اللي كاين هنا، غتقدروا تلقاو بزاف ديال البقايا ديال البنايات القديمه اللي كاينين هنا فوق الجبال الانفاس مع البحوره ديال الجبهه. وهاد البنايات الاغلبيه ديالهم موروثين عن الاستعمار الاسباني، بحال هاد البلاصه اللي جالسين حداها حنايا اللي هي البرج اللي جات في القمه ديال الراس ديال هاد الجبل هذا، اللي الصراحه خطيره وخطيره بزاف. غنقول لكم ما تريسكيوش باش انكم تطلعوا هنا، خصوصا الناس اللي عندهم فوبيا من المرتفعات. يا سلام يا سلام على منظر. غنقول لكم مرحبا بكم في البلاج رقم واحد من لي بلاج ديال الجبهه. هذه غير لا بلاج الاولى، باقي عندنا ثلاثه ديال لي بلاج اللي غنمشيو نكتشفوهم. هذه البلاج هذه كتسمى مرسى الطاهر. صراحه الاخوان الحلاوه ديال هاد لي بلاج هادو هو انكم تجيبوا القص ديالكم، تجيبوا الماء ديالكم، تجيبوا المسائل ديالكم، تدوزوا نهار كامل وانتم في هاد لي بلاج. ما ديروش كيف ما درت انا، جبت معايا فقط غير قرعه ديال الماء، دوزت مع راسي غنجيب غير واحد الدوره صغيره غنكتشف هادشي ومن بعد غادي نرجع. ولكن الاخوان دابا راه واحد الساعه ونص
وانا مازال باقي غير في البلاج الاولى، وحتى القرعه ديال الماء كيف ما كتشوف راه قريبه تسير، ولكن من طبيعه الحال الاخوان هذا الجمال يستحق ان كريس كيبقى مر على ودو. هما الاخوان واخا الطريق صعيبه واحد شويه، خصوصا البارتي الاخيره اللي قريبه للبحر، ولكن هذا المنظر هذا يستحق انك تغامر على قبلو وتنزل مع الطريق هذا. شوفوا الاخوان المشحن نقي، كيكون ما عنديش مع العومان ضروري غادخل لهذا الماء. انا الصراحه الاخوان دخلت بالسبرديله ديالي، ما كرهتش انني نعوم هنا، ولكن مازال باقي تابعنا الطريق باش انني نمشي نكتشف الحور الفرن وباطاجي معكم من قبل. حتى الاخوان هذا المنقل لدرجه انه طيحته كبيره من هنا يمكن تجبدها بكل سهوله، لانه القاع كامل كيبان لك بحال هكا. الشاطئ الاول الاخوان اللي هو شاطئ مرس الدار، كيف ما كتشوفوا بلاج نقيه ومياه نقيه، واهم حاجه انه خالي، كاين غير شويه ديال الناس راه مبحرين ليها، كاين حتى لي باراسول اللي بغيت تكريهم، وكيوصلوا لحتى ديك القوارب بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبغوا يجوا على رجليهم في وسط هذا الجبل هذا، القوارب توصل حتى لهنا، بامكانكم انكم تشوفوا القوارب حتى لهنا باش انكم تستمتعوا بهذا البلاج اللي الصراحه ناضي، ودوزوا نهار يا سلام في وسط هذا الماء الزرير. دابا وصلنا للبلاج الثانيه، ها هي هنا كيف ما كتشوفوا، ولكن حذاري ثم حذاري في الطريق هذه، شوف حذاري من خطر الانزلاق صراحه، الطريق قاسحه هنا صعب من ديك الطريق الاولى دزنا منها في البلاج ديال مرس الدار، هذه خطيره. شوف لي الطريق كيفاش دايره، ولكن هاني المهم هو نوصل لذاك البلاج هيها، شوفوا كيفاش داير، خاصه حتى كيبان منها زرارق ولكن ما كيبانش كامل داك الشيء، علاش ما خصناش نحكموا حتى نوصلوا ليه، بارطاجيو معكم كامل. بعد البلاج رقم جوج اللي هي مونيكا واحد، غتلقاو بلاج جديدة هنايا اللي هي مونيكا جوج، صراحة هما بجوج صغار غير الفرق اللي بيناتهم، هذه اللي هنا مونيكا واحد صالحة للسباحة، فيها عشرة العائلات كيعوموا هنايا ومستمتعين بالوقت ديالهم، عكس مونيكا جوج اللي كاينة هنايا كيف ما كتشوفوا خاوية فيها الحجر بزاف وغير صالحة للسباحة، والماء ديالها كيبان موسخ شوية بالمقارنة مع الماء ديال البلاج رقم واحد. الفرانير حني لي يا دد يا ما تكسيري علاش فراني تموت، هي هادي اللي وقعت لينا حنا في الطريق، الا فرينيتي غادي تموت، انا غادي نزلق جيبها في راسك. المهم هي البلاج مونيكا جوج كيف ما كتشوفوا خاويه ما كيعوم فيها حتى شي واحد، علاش؟ لان فيها الحجر هنا وفيها هاد الاعشاب هادو اللي كيخلوا اللون ديال الماء ما يكونش زرارق ولكن قهوي كيف ما كتشوفوا. بعد ما درنا الطريق طويله وسط هاد الجبال واللي شفنا فيها ثلاثه ديال لي بلاج اللي هما مرس الدار مونيكا واحد ومونيكا جوج، غادي نقول لكم دابا وصلنا لاحسن واشهر شاطئ في الجبهه اللي هو شاطئ الحواض، ولكن قبل ما نمشيو للبلاج ديال الحواض ندورو فيه ونكتشفوا اشنو كاين فيه لابد اننا نطلعوا لهاد القمه الجبليه اللي كاينه في الجنب ديالو باش اننا نشوفوا احسن لي فيو للبلاج ديال الحواض وكذلك احسن لي فيو اللي كاينين هنايا. واخيرا الاخوان وصلنا للقمه ديال هذا الجبل هذا اللي الصراحه يستحق هذه المعاناه، شوف الحاله كي ولينا مدوشين بالعرق، ولكن هاني هذا المنظر هذا هكا وهكا يخليك تغامر على قبله. من هذه القمه الجبليه ممكن تشوفوا لي بلاج ديال الجبهه كامله، مرس الدار رايليا مونيكا واحد ومونيكا جوج، وكذلك كذلك محل الدخله ديال المغاربه ديال الكريم الخطابي راه هنا كيف ما كتشوفوا كيمشيو داك لي باطو كيدخلوا ليها وكيخرجوا كيكملوا هنا البلاج ديال الحواض اللي من طبيعه الحال كذلك غادي نمشيو نكتشفوها ونجيبوا فيها دوره.
نساو الاخوان دابا وصلنا لافضل واحسن بلاج في الجبهه اللي هو البلاج ديال حواط، كما كتشوفوا عامر بالمقارنه مع لي بلاج الاخرين اللي كاينين لهنا. كيف ما كتشوفوا هنا الاخوان بلاج عامر. وفيه بزاف ديال الاكتيفيتي اللي ممكن ديروهم من غير العومه من قبيله الحال. عندكم ديك البيدال وراهم ممكن تكلوهم تدخلوا بهم للبحر، عندكم ديك الكاياك، عندكم بزاف ديال اللعيبات تقدروا ديروا هنا. كيف ما كتشوفوا القضيه مروجه هنا عكس لي بلاج اخرى اللي تزدنا من الله في القضيه كامل. بطبيعه الحال الماء زراق. هذا ديال الدجاج، هذا لتحت الدجاج، وهذه عليها خضره بطاطا بصله مطيشه فلفله. هذا شحال؟ هذا 80 درهم كيلو. الطاجين ديال 5 6 الناس هذا. كاين هذا عاود، هذا ديال الرائعه فيه الخضره كامله ما فيه حتى وما، كنديروا له 40 درهم 30 درهم 50 درهم على حسب. بالنسبه للناس اللي غادي يجرو البلاص ديال الحواض هنايا ما غاديش يجيبو معاهم الماكله ديالهم، فراه غتلقاو بزاف ديال الناس هنا كيديروا الماكله. المهم عندهم الشوايات، عندهم الطواجن. بالنسبه للثمن تاع الطواجن هنايا كاين الطواجن صغار ب 40 درهم، الطواجن الكبار كاين 70 درهم 80 درهم 90 درهم. المهم اتمنى تختلف على حساب شنو كاين في الطاجين. بالنسبه لنا حنا دابا خدينا واحد الطاجين صغير هنايا ديال الشطون اللي هو لانشو باعنا حنا في الداخل، وكذلك خدينا المولاضه تقريبا التوتال هنايا هو 47 درهم المولاضه ديال داكشي. بالنسبه للشوايه الاخوان هنا الشوايه ديال السردير كدير 25 درهم مع لا صالاد ديالهم بطبيعه الحال. المهم كيف ديما الاخوان ذوقوا الطاجين، شوفوا واش ناضي ولا ما ناضيش. بسم الله شحالو. ناضي كاين الماء صراحه. كنت بغيت نعوم في هاد البلاج هادو كما كتشوفوا عامره بزاف، داكشي علاش غادي نرجع نعوم في البلاج اللي كنا فيه في الاول اللي هي مارس الدار اللي صرحتي فيها واحد الماء اللي ناضي. هنا الصراحه الماء زراق المنقي كلشي ناضي ولكن عامره بزاف، داكشي علاش قررت اننا نرجع لديك البلاج الاولى غادي نعوم فيها، ومنها ان شاء الله غادي نرجع للجبهه. راه مايمكنش و امبوسيبل انا بعد العواج الى جبت هاد الماء الزراق والنقيقي بحال هكا وما دخلتش نعوم. صراحة هاد البلاج ديال مرسى الدار بحال كيف ما كتشوفو معامرهاش بزاف خاوي، عكس البلاج ديال الحواض اللي عامرة بجد.